بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم طلبتنا في المحاضرة الثالثة من مادة الجدوى الاقتصادية. تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى تصنيف صفات المشروعات الاستثمارية ودورة المشروع. تتطرق في هذه المحاضرة إلى أهداف المشروع الاستثماري وموضوع القرار الاستثماري. أهداف المشروع الاستثماري: يعتبر الهدف المراد حقيقة من المشروع هو النقطة المحورية التي تحدد نقطة الانطلاق في تحليل دراسات الجدوى الاقتصادية والأوزان النسبية لمعايير التقييم. ومن هذا المنطلق تختلف أهداف المشروعات الخاصة عن أهداف المشروعات العامة، ومن ثم وجود معايير لتقييم الاستثمارات في المشروعات من وجهة نظر المستثمر الذي يعظم مصلحته الذاتية، ومعايير التقييم من وجهة نظر الاقتصاد القومي الذي يعظم المصلحة العامة. نتكلم أولا عن أهداف المشروعات الخاصة. وفق ما تشير إليه النظرية الاقتصادية، فإن الهدف الرئيسي من إنشاء المشروعات الخاصة هو تحقيق أقصى ربح ممكن، ولكن على الرغم من أن تحقيق الربح يعتبر ضروري لاستمرار المشروع ونموه، إلا أنه لا يعتبر الهدف الوحيد الذي يسعى إليه صاحب المشروع، حيث نجد بجانب تحقيق الأرباح هناك أهداف أخرى كثيرة تشكل موضع الاهتمام المشروعات الخاصة. ومن أهمها الهدف الأول، تحقيق أقصى قدر ممكن من المبيعات كوسيلة لحصول المشروع على شهرة كبيرة في الأسواق، ومن جهة أخرى لتحقيق ما يلي، يعني زيادة الإيرادات ومن ثم تنمية الأرباح. فتحقيق الأهداف الخاصة للمديرين الذين ترتبط مصالحهم برقم الأعمال، وفقرة جيم الاحتفاظ بدرجة سيولة مناسبة وموقف مالي سليم. الهدف الثاني، قد يكون الهدف من الإنفاق الاستثماري لمشروع قائم هو حماية النشاط الرئيسي له من خطر توقف الإنتاج.
وهناك أهداف أخرى مثل الاحتفاظ بسمعة حسنة والبقاء والاستمرار والأهداف الاجتماعية والتي تكون نابعة من منطلق المسؤولية الاجتماعية تجاه الاقتصاد القومي الذي تعمل فيه، وتكتسب رضا العملاء والقائمين على صناع القرار. هاي أهداف المشروعات الخاصة. أما أهداف المشروعات الاستثمارية العامة، تهدف المشروعات العامة بشكل أساس إلى تحقيق المنفعة العامة، سواء تحقق الربح من قيام هذه المشروعات أو لم يتحقق، إلا أن هذا لا ينفي عدم اهتمامها مطلقا بتحقيق الربح، بل يجب ألا يتم ذلك على حساب الأهداف الأساسية التي أنشئ المشروع من أجلها. وفيما يلي أهم أهداف المشروعات الاستثمارية العامة، الهدف الأول قيام بعض المشروعات الوطنية المرتبطة بالأمن القومي للدولة مثل صناعة الأسلحة. الهدف الثاني، قد تقوم الدولة بإنشاء مشروعات وبيع منتجاتها بأقل من التكلفة لاعتبارات اجتماعية، كما في حالة بيع الخبز والأدوية وإلى آخره. الهدف الثالث، قد يكون الغرض هو الحصول على موارد مالية لتمويل نفقاتها بدل من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة مثل صناعة السجائر من المشروعات العامة في كثير من البلدان. قسم من البلدان تفرض ضرائب على صناعة السكر. الهدف الرابع، مشروعات المنافع العامة التي تتيح والتي تنتج الخدمات الأساسية مثل النقل و المواصلات والكهرباء إلى آخره. فنظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه الخدمات، قد ترى الدولة قصر القيام بها عليها وحدها دون الأفراد. يعني مثل هذه الخدمات ما ممكن الأفراد أن يقدموها، فهذه الخدمات هي تعتبر من الخدمات الاستراتيجية اللي فقط الدولة تستطيع القيام بها. نتطرق إلى موضوع القرار الاستثماري. تبلي المؤسسات لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية اهتمام كبير، إذ إن الوصول إلى هذه المرحلة تسبقه سلسلة من الدراسات الشاملة
والمفصلة من عدة جوانب، سواء كانت تسويقية أو تقنية ومالية وبيئية إلى آخره. تصفر في النهاية بقرار إيجابي أو سلبي، وهذا ما يسمى بالقرار الاستثماري. وسنحاول تعريف هذا القرار وتحديد خصائصه وأنواعه والتعرف على المبادئ التي يقوم عليها والعوامل المؤثرة فيه. الفقرة الأولى، ما هي القرار الاستثماري وأنواعه؟ يعتبر قرار الاستثمار من أهم وأصعب القرارات التي تتخذها الإدارة للمشروع، وتكون أكثر خطورة لارتباطها بالعديد من العوامل والمتغيرات التي يصعب في غالب الأحيان التنبؤ بسلوكها واتجاهات تطورها، كما أن له تأثير على بقاء المؤسسة واستمرارها ونموها. وسنحاول إبراز تعريف القرار الاستثماري وأهم خصائصه وأنواعه. تعريف القرار الاستثماري، يعرف القرار الاستثماري على أنه تصرف أو رد فعل يتخذ عادة أما من قبل شخص منفرد، يعني قد يكون متعهد أو مسؤول أو رب عمل إلى آخره، أو من قبل مجموعة من الأشخاص، يتعلق بتحويل الموارد المالية إلى سلع ومنتجات خلال فترة زمنية معينة، وذلك من خلال دراسة وتقييم البدائل الاستثمارية وإجراء عملية المفاضلة بينهم. ويعرف أيضا على أنه القرار الذي يقوم على اختيار البديل الاستثماري الذي يعطي أكبر عائد استثماري من بين بديلين على الأقل، والمبني على مجموعة من دراسات الجدوى التي تسبق عملية الاختيار، وتمر بعدة مراحل تنتهي باختيار قابلية هذا البديل للتنفيذ في إطار منهجي معين وفقا لأهداف وطبيعة المشروع الاستثماري. هذا التعريف يشير إلى وجود العديد من البدائل الاستثمارية، وعلى متخذ القرار اختيار البديل الأحسن اعتمادا على معايير معينة. لكن متخذ القرار يمكن أن يجد نفسه أمام بديل واحد ويكون أمام خيار: أستثمر
أو لا أستغفر. من التعريفين السابقين يتضح أن القرار الاستثماري من أهم القرارات التي تتخذها المؤسسة لكونه يتعلق بنشاطها المستقبلي وآثاره، يلازم المؤسسة لفترة طويلة من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة هذا القرار تعود إلى سببين رئيسيين هما: السبب الأول، اعتماد قرار الاستثمار على التنبؤات التي تعتبر من أصعب مراحل دراسة المشروع، وتكمن هذه الصعوبة في مراعاة دقة التدفقات على مر الزمن والتطور التكنولوجي في المستقبل والظروف والأوضاع الاقتصادية المنتظرة خلال الفترة التي تتضمنها دراسة المشروع. السبب الثاني، مراعاة تماشي الاستثمار الجديد مع نشاط المؤسسة وأهدافها. فقد تكون سياسة الاستثمار تتعارض مع أهداف المؤسسة، مما قد يؤثر عليها في المستقبل. لهذا يتطلب على المؤسسة تحديد الأهداف والسياسات العامة على ضوئها بشكل سياسة الاستثمار. إضافة إلى ذلك، تبرز أهمية قرار الاستثمار في الجوانب التالية: فقرة أليف، يشكل الاستثمار المحرك الوحيد للتطور والبقاء على المدى الطويل. الفقرة باء، يمتص الاستثمار موارد هامة. الفقرة جيم، يشكل غالبا التزام متوسط وطويل الأجل، وتنفيذه يكون غير قابل للرجوع إلى الوراء. فقرة دال، يشترط معرفة صور المؤسسة بسبب تأثير المحيط الاقتصادي والمالي. تطرق إلى موضوع خصائص القرار الاستثماري. يتميز القرار الاستثماري بالعديد من الخصائص، وأهمها: الخاصية الأولى، أهمية النفقة التي تتحملها المؤسسة، يعني الأموال المعتبرة التي يتم إنفاقها. الخاصية الثانية، يمثل الاستثمار التزام المؤسسة لآجال طويلة ومستقبل المؤسسة. قد يوجه باختيارات لاستثمارات ليست ملائمة. الخاصية الثالثة،
لصاحب الاستثمار مخاطر نتيجة لعوائد غير مؤكدة. الخاصية الرابعة، القرار الاستثماري له نتائج أو آثار على الهيكل المالي للمؤسسة. الخاصية الخامسة، يعتبر قرار غير قابل للتراجع، فمن الصعب العدول عن الاستثمار وإنهائه. الخاصية السادسة، تعتبر تكلفة الخطأ المترتبة على الاختيار الخاطئ للاستثمار عالية. وكنتيجة لهذه الخصائص تجبر المؤسسة أن تؤخذ بالاعتبار وضع الاستثمار ضمن أفعال التسيير الاستراتيجية، ويتطلب استعمال طرق منظمة للتقييم. والخصائص السابقة يمكن تصنيفها في 4 مجموعات أساسية. الخصائص اللي تكلمنا عليها راح تكون في 4 مجموعات أساسية. هذه الخصائص خصائص ترتبط بالبعد الزمني، وخصائص ترتبط بظروف القرار الاستثماري، وخصائص ترتبط بالهيكل التمويلي، وأخيرا خصائص عامة. هذه الخصائص اللي تكلمنا عنها سابقا وضعت في 4 مجموعات. نتكلم عن موضوع أنواع القرارات الاستثمارية. يمكن تحديد أهم أنواع القرارات الاستثمارية الممكنة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، والتي تتمحور حول قرارات تحديد أولويات الاستثمار، وقرارات قبول أو رفض الاستثمار، وقرارات الاستثمار المانعة تبادلية. عندنا 3 أنواع من القرارات الاستثمارية، نتطرق لها بالتفصيل. القرار الأول، قرارات تحديد أولويات الاستثمار، يعني ذلك ترتيب المشروعات الاستثمارية المقترحة في شكل برنامج استثماري يحدد وبشكل دقيق أولويات تنفيذ المشروعات طبقا لمعايير معينة. ونذكر من هذه المعايير على سبيل المثال ما يلي: المعيار الأول، معيار العائد أو الربحية الكلية للمشروع أو المشاريع المقترحة. ويستخدم هذا المعيار في حالة عدم وجود عجز أو قصور في مدخلات الاستثمار المالية أو التشغيلية. المعيار الثاني، معيار
العائد النسبي على المدخل أو المدخلات المحددة، وفيه يفضل المشروع الذي يحقق أكبر عائد نسبي على هذه المدخلات، ثم يليه المشروع ذو العائد الأقل منه، وتستمر هكذا. القرار الثاني من القرارات الاستثمارية قرارات قبول أو رفض المشروع. هذا النوع من القرارات يكون للمستثمر، أما بديل واحد لاستثمار أمواله في نشاط معين أو الاحتفاظ بها. هذا القرار يجعل فرص الاختيار محدودة جدا أمام المستثمر، وما عليه إلا قبول قرار البديل الاستثماري الذي اكتملت له دراسة الجدوى التفصيلية أو رفضه، غير أنه يجب أن نفهم أن البديل الاستثماري الأمثل هنا لا يعني بالضرورة أن يكون مشروعا وحيدا بذاته، بل يمكن أن يكون مجموعة مشاريع مرتبطة معا، لأنه من الممكن أن تصنف المشاريع ليس على أساس فردي ولكن على أساس مجموعات متعددة تضم كل منها أكثر من مشروع، وليس بالضرورة أن كل مجموعة من هذه المجموعات يجب أن تضم مشاريع ذات طبيعة واحدة مثل المشاريع الصناعية أو المشاريع الزراعية أو المشاريع الخدمية. القرار الثالث من القرارات الاستثمارية قرارات الاستثمار المانعة تبادليا. في هذا النوع من القرارات يوجد العديد من فرص الاستثمار، ولكن في حالة اختيار المستثمر إحدى هذه الفرص في نشاط معين، فإن ذلك لا يمكن المستثمر من اختيار نشاط آخر، فالنشاط يمنح تبادليا النشاط الآخر. فمثلا إذا تم اختيار مشروع للسوق المحلي، فإن ذلك يمنع الدخول إلى مشروع تصديري في نفس الوقت. نجي إلى موضوع أسس ومبادئ اتخاذ القرارات الاستثمارية. من أجل الوصول إلى قرار استثماري سليم، لا بد وأن يستند على أسس علمية، وهي كما يلي: فقرة واحد، اعتماد استراتيجية ملائمة. فقرة اثنين، الاسترشاد بالأسس العلمية لاتخاذ القرار
والفقرة 3 مراعاة العلاقة بين العائد والمخاطرة. سوف نتكلم عن هذه الأسس بصورة مختصرة. أولاً، احتمال استراتيجية ملائمة فيما يتعلق بالاستراتيجية الملائمة، فإنها تتوقف بشكل أساس على أولويات المستثمر، والتي يكشف عنها أو يعبر عنها منحنى تفضيله الاستثماري، والذي يتشكل من رغبات المستثمر اتجاهه بكل من الربحية والسيولة والأمان، فضلا عن عوامل ذاتية خاصة بالمستثمر. ومن الأسس العلمية الثاني هو الاسترشاد بالأسس العلمية لاتخاذ القرار. أما بالنسبة للاسترشاد بالأسس العلمية في اتخاذ قرار الاستثمار، وهو يقصد أن يكون القرار رشيدا، وحتى يكون القرار رشيدا فعلى المستثمر أن يوظف أولا المنهج العلمي في اتخاذ القرار، وهذا يتطلب القيام بالخطوات التالية. الخطوة الأولى، تحديد الهدف الأساسي للاستثمار. الخطوة الثانية، تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. الخطوة الثالثة، تحديد العوامل الملائمة التي يتم من خلالها تحديد العوامل الأساسية لاتخاذ القرار. الخطوة الرابعة، تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية. والخطوة الخامسة، اختيار البديل أو الفرص الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة. النقطة الثالثة من الأسس العلمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية هو مراعاة العلاقة بين العائد والمخاطرة. يرتبط قرار متخذ القرار بمتغيرين أساسيين، هما العائد المتوقع من الاستثمار ودرجة المخاطرة للأداء الاستثماري. ولهذا على المستثمر قبل اتخاذ قراره أن يعرف مقدمة كل من العائد المتوقع ودرجة المخاطرة. أما المسألة الأخرى التي يجب على متخذ القرار الاستثماري أن يأخذها بعين الاعتبار هي اعتماد عدد من المبادئ والمعايير كأساس لاتخاذ القرار. ومن أهم هذه المبادئ والمعايير، أولا المبدأ الأول، مبدأ تعدد الخيارات، يعني
البدائل الاستثمارية. يعتبر هذا المبدأ أحد الأركان الأساسية للقرار الاستثماري، وذلك لأن الموارد المالية المتاحة لدى المستثمر تكون عادة محدودة، في حين أن الفرص الاستثمارية تكون متعددة في معظم الأحيان. لذا على المستثمر أن يراعي هذه الحقيقة بحيث يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة التي تتفق مع استراتيجيته وهدفه، وذلك من خلال المفاضلة بين تلك الفرص الاستثمارية بدلا من توجيه أمواله إلى أول فرصة استثمارية متاحة. وعادة كلما كانت البدائل كثيرة ومتعددة فإنها تعطي لمتخذ القرار مرونة أكبر وتمكنه من اتخاذ القرار الصائب. المبدأ الثاني مبدأ الخبرة والتأهيل. هذا يعني أن قرار الاستثمار بما يتضمنه من تفاصيل وما يستلزمه من إمكانيات فنية وعلمية قد لا تتوافر لدى العديد من المستثمرين. الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمشورة المختصين في هذا المجال من أجل الوصول إلى قرار استثماري سليم. المبدأ الثالث مبدأ الملائمة. عند قيام المستثمر باختيار المجال الاستثماري المناسب بين عدة بدائل مقترحة، فإنه يسترشد في تطبيق هذا المبدأ بمنحنى تفضيله الاستثماري الذي يتحدد في ضوء مجموعة من العوامل الذاتية التي تتعلق بعمر المستثمر ودخله ووظيفته واختصاصه ومجالات اهتمامه وخبرته وبيئته الاجتماعية صحته وإلى آخره من هذه العوامل. ويقوم منحنى تفضيل المستثمر على فرضية مفادها إن لكل مستثمر نمط معين يحدد درجة اهتمامه اتجاه العناصر الأساسية في قراره الاستثماري والتي تتمثل فيه. أليف معدل العائد على الاستثمار، باء درجة المخاطر التي يتصف بها ذلك الاستثمار، الفقرة جيم مستوى السيولة التي يتمتع بها كل
من المستثمر وأداة الاستثمار. المبدأ الرابع مبدأ التنويع أو توزيع المخاطر الاستثمارية، أي اختيار عدد من الأدوات الاستثمارية بغية تخفيض أثر المخاطر، وهو ما يطلق عليه بتنويع المحافظ الاستثمارية، بمعنى عدم استثمار الأموال في مجال أو نشاط واحد. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين العائد والمخاطرة، من البديهي أن المستثمر يربط قراره الاستثماري بمتغيرين أساسيين هما العائد المتوقع من الاستثمار ودرجة المخاطرة المرافقة للأداة الاستثمارية. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، ومن الله التوفيق. المصادر الخاصة بالمحاضرة: محمد خالد المهايني، دراسات الجدوى الاقتصادية ودورها في عملية التنمية، شقيري نوري موسى وأسامة عزمي سلام، دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستثمارية، سمير محمد عبد العزيز، الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية وقياس الربحية التجارية والقومية، بن مسعود نصر الدين، دراسة تقييم المشاريع الاستثمارية، عبد المطلب عبد الحميد، دراسات الجدوى الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية، عبد الغفار حنفي، تقييم الأداء المالي ودراسات الجدوى، مراد علي نشأت خليل، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية، طلال قداوي، تقييم القرارات الاستثمارية، ومحمد دياب، دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع. شكرا لكم طلبتنا الأعزاء.